التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور أعضاء مجلس الأعيان اليوم لإطلاعهم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013، حيث تم عرض الموازنة العامة وشرح بنودها للأعيان الذين قاموا بدورهم بمناقشتها وتبادل الآراء حولها. قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف بريكات أن شاباً يبلغ من العمر 26 عاماً توفي اليوم في مستشفى الأميرة بسمة في إربد لإصابته بأمراض عدة من بينها إنفلونزا H1N1. وأضاف بريكات أن المريض أدخل قبل 3 أيام إلى المستشفى وكان يشكو من أعراض الالتهاب الرئوي الحاد. أعلن وزير السياحة والآثار نايف الفايز عن موافقة مجلس الوزراء على إبقاء وزارة البيئة وزارة مستقلة بذاتها. وأشار الفايز إلى أن رئيس الوزراء طلب في وقت سابق بيان الأسباب الموجبة للإبقاء على الوزارة مستقلة، مؤكداً أن الأسباب قدمت للرئاسة وديوان التشريع التي على أساسها اتخذ قرار الإبقاء عليها. تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي في وقت تكون فيه الرياح نشطة وتصل سرعتها إلى 120 كيلومتر في الساعة، مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة والمنحدرات في كافة مناطق المملكة. ألقى الرئيس السوري بشار الأسد خطاباً طرح فيه مبادرة لحل الأزمة السورية خاصة به المعارضة الداخلية، حيث اعتبر المعارضة الخارجية عميلة للدول التي تعارض سوريا وتهدف لتدميرها. وأكد أيضاً خلال الخطاب على أخوة الشعبين السوري والفلسطيني وعدم استهداف الحكومة للفلسطينيين في المخيمات.